واحد خينا هالجنوية طالع لنا الساكنة الفوق والله انجليزي تعبوا بلو وانا طالع كيدق عليهم الفوق دارب دار كيدق بالجنوية دي. إذن مشاهدي الكرام مشاهدي القناة شفتها مرحبا بكم معنا في البث المباشر بتط مدينة الدار البيضاء. مشاهدي الكرام كنتواجدوا بشارع لالا الياقوت، شارع الياقوت الغني عن تعريف اللي الكل كيعرف هاد الشارع هذا، يعني كيف ما كتشوفوا معنا يعني شخص طالع بجنوية ديالو العمارة السكنية وكيدق على الساكنة بجنوية ديالو. الساكنة بطبيعة الحال كلهم خرجوا وتخلعوا، فبطبيعة الحال عناصر الأمن هما قاموا بالاعتقال ديالو. كريم قاموا بالاعتقال ديالو في هاد اللحظات. يعني فرقة الشرطة القضائية صراحة مشكورين اللي قاموا بمجهودات كبيرة حتى قاموا بالاعتقال ديال هذا الشخص. يعني شخص كان هاز الجنوية وكيخلع الساكنة، خلع الساكنة كاملة، فمشكورين فرقة المتنقلة تابعة للشرطة القضائية اللي قاموا بالاعتقال ديالو. فتحياتي لهاد الناس هادو. فتحياتي لفرقة المتنقلة وفرقة الدراجين والدائرة الأمنية المداومة، الدائرة الأمنية الرابعة صراحة اللي كيقوموا بمجهودات كبيرة، يعني قاموا بإيقاف هاد الشخص واعتقلوه في هاد اللحظات. صراحة تحياتي لعناصر الأمن خصوصا الدائرة الأمنية الرابعة بمساعدة الفرقة المتنقلة اللي قاموا بإيقاف الشخص. لهم بالجنوية ديالو يعني هذه هي العمارة السكنية، هي هادي يعني صراحة مشكورين عناصر الأمن قاموا بالاعتقال ديالو.